بولسي يعني سياسة الصحة في مصر، دي عبارة عن ناشونال باسي، مهمة قومية، مهمة قومية، إن كل وزير بيجي، كل وزير صحة أو كل منظومة بتغير من سياسة الصحة في مصر على حسب الوقت وعلى حسب التايم وعلى حسب النيز. فكلمة ايجنت هيلس بولسي معناها ناشونال تاسك، مهمة قومية، استعبت واحدة لربع، عايزين نبدأ، مهمة قومية، هدفها ايه؟ ميتنج ذا كوميونيتي نيدز، يعني ايه ميتنج كوميونيتي نيدز؟ يعني بنواجه احتياجات المجتمع، بنلبي احتياجات المجتمع. والله يا جماعة في مصر محتاجين ندي تطعيمات للبوليو، يبقى نعمل حاجة اسمها بوليو فاكسينيشن بروجرامز. محتاجين نعمل مكافحة لمرض البلهارسيا، يبقى نعمل بلهارسيزيس كنترول كامبينز. فكلمة ايجنت هيلث بولسي معناها دي ناشونال تاسك، مهمة قومية، وركزوا معايا عشان الكلام تحفظوه، تعتمد على ميتنج الكوميونيتي نيدز، تلبي احتياجات المجتمع. ومع ذلك بنحترم الفروق اللي ما بين الشعب باختلافاته، يعني ايه؟ يعني respecting الفاريشنز، سواء جيوغرافيكال فاريشنز، يعني لما بنعمل برنامج بنعمله في القرى القريبه والقرى البعيده، بنعمله في العاصمه والمراكز البعيده، بنعمله في الريف وبنعمله في المدن، بنحترم الجيوغرافيكال فاريشن والسوشيال فاريشن والكالتشرال فاريشن، بنقدمه للغني والفقير، للي متعلم واللي مش متعلم. ركزوا معايا، لو جربتوا ركزوا معايا الكلام هيبقى كويس. مين الجهة المسؤولة عن سياسة الصحة في مصر؟ مين الجهة اللي بتعمل صياغة؟ مين الجهة اللي بتصور سياسة الصحة في مصر؟ اللي هي محب اختصار Ministry of Health and Population. ذاكروا كويس لأن في امتحان أنا بعمله، هجيب لكم امتحان بالنظام الجديد يوم الحد الجاي عليه 45 درجة، لأن الشابتر ده عليه 45 درجة، تلت درجات النظري. فبنقول Ministry of Health and Population يعني وزارة الصحة والسكان هي الجهة اللي مسؤولة عن الفورميوليشن، يعني عن صياغة الايجنت هيلث بولسي، سياسة الصحة في مصر. طيب لو هيجي سؤال، هيجي سؤال يقول لك ايه definition of ايجنت هيلث بولسي، او هيجي سؤال يقول لك ايه enumerate steps، ايه هي الخطوات؟ انت لو ذكرت دول هم الكلام اللي مكتوب. ايه هي الستيبس of ايجنت هيلث بولسي؟ انا عايز اعمل سياسة الصحة في مصر، عايز اعمل برنامج جديد، اول حاجة ايه يا دكتورة ندى؟ بالراحة بحدد الايه الجولز والاوبجكتس. قلت لكم 100 مره قبل كده، كلمه جول يعني هدف كبير، اوبجكتيف يعني هدف صغير. انا عايز اقلل مثلا الوفيات من البوليو او الديسابيليتي من البوليو. تاني حاجه سيت برايورتي، يعني ايه برايورتي؟ اولويات. انا لو جيت بصيت هتلاقي عندكم ذاكره كتير قوي، هذاكر شرعي ولا رمض ولا اي ان تي ولا كوميونيتي، فحدد اولويات. والله ده عندي امتحان بعد اسبوع اي ان تي، انا هذاكر اي ان تي، عندي امتحان شرعي، يبقى حدد اولويات. بعد كده استراتيجي، حدد الاستراتيجيه. ايه الفرق يا دكتور عبد العزيز ما بين كلمه استراتيجي وبروجرام؟ حاولوا تستفيدوا. استراتيجي معناها الخطه الاول، يعني انا هذاكر انهي ماده، طب هذاكر كم ساعه في اليوم، طب هذاكر من انهي مذكره ولا من انهي كتاب، طب الساعات دي هقسمها حبه الصبح وحبه بالليل ولا لا. فكلمه استراتيجي مكتوبه عندك في كتاب، انا برجع تاني بالراحه اهو مش مستعجل. كلمه استراتيجي معناها حاجتين، معناها بحط خطه على حسب امكانياتي، على حسب البادجيتنج، يعني ايه الميزانيه. فكلمة استراتيجي يعني بحط خطة بلان وبعد كده بادجتنج. في كراسي قدام. طيب بعد كده، بعد ما احط الاستراتيجي ابدا انفذ البرنامج ديسكرايب ذا بروجرام، اهو كرسي اهو ديسكرايب ذا بروجرام، ابدا احط البرنامج. وبعدين في حاجة اسمها كوردينيت ريسورسز، وكرسي اهو واحد اهو واحد اهو. كوردينيت ريسورسز يعني ايه؟ يعني نظبط الموارد بتاعتنا. كلمه ريسورسز يعني 3 M، المان باور والماتيريال والمالي. يعني هات الناس اللي بيشتغلوا معاك في الاداره، دول اسمهم مان باور، واديهم اجهزه واديهم معدات واديهم فلوس، يبقى حاجه اسمها كوردينيت الريسورسز. يعني ايه؟ يعني هات الناس وشغلهم. كلمه ريسورسز هناخدها بعد كده، انا مش هبدا اشرح الا لما كلكم تركزوا. يبقى كلمه ريسورسز يعني الموارد المتاحه، كوردينيت يعني التنسيق ما بين الموارد المتاحه. يعني هات الناس واديهم فلوس واديهم اجهزه واديهم اوردرز واعرفهم شغلهم. كلمه ريسورسز يعني الموارد المتاحه، اللي هم 3 M هناخدهم بعد كده. حاجه اسمها مان باور يا دكتوره ايه، حاجه اسمها الماتيريال، حاجه اسمها ماني. الكلام ده عليه درجات.
وبعدين implement services. ابدأ بقى ابدأ نفذ الخدمات. كلمة implement يا دكتور عمر، كلمة implement يعني تنفيذ، implement يعني نفذ الخدمات. طب وبعدين؟ يعني انت بدأت ازاي؟ مش كل شوية ماما بتسألك أو بابا بيسألك أخبار المذاكرة يا ابني، بيخبط عليك، اسمها monitor activity. يبقى كلمة monitor ايه الفرق بين كلمة monitoring و evaluation؟ يعني وانتم بتذاكروا هتلاقوا في كلمة اسمها monitoring وكلمة اسمها evaluation. monitoring ده أثناء البرنامج، يعني عايز تتابع البروجريس. في كلمة حلوة اسمها progress، يعني عشان يشوفك انت بتذاكر ولا طول السنة، أو بنعمل امتحانات راوندات أو امتحانات شهرية أو امتحانات في الكورسات. لكن كلمة evaluation ده تقييم نهائي بعد ما السنة تخلص، أو تقييم درجات البكالوريوس. فكلمة مونيتورينج ده أثناء البرنامج عشان نحسن البروجريس. واخد بالك؟ يعني أنا بعمل امتحان كل شهر ده عشان إيه؟ لو أنت ما بتذاكرش تتكدر وتذاكر. لكن الإيفاليويشن ده في النهاية خالص بقيم بقى الأوت كام والإمباكت والحاجات دي كلها. وفي الآخر النجاح اللي أنا حققته أو التقصير اللي أنا عملته ببلغ بيه. فالنجاح اللي أنا حققته الداتا والإنفورميشن بعمل لها ريبورتينج. ريبورتينج يعني إيه؟ إرسال التقارير. يعني أنا لو حققت نجاح وقللت فعلا الوفيات في الاطفال او الوفيات في الامهات، بنبلغ وزاره الصحه ونبلغ الدبليو اتش او. فالكلام حلو يا جماعه. الكلام عباره عن ايه؟ انت بتذاكر اهو، انا عايز احط سياسه للصحه في مصر. اول حاجه بحط هدف، بعد كده بعد الهدف انا عندي اهداف كتيره، انا طماع، يبقى في برايورتي، في اولويه. بعد كده بحط خطه، بلان او استراتيجي. استراتيجي يعني خطه همشي ازاي. بعد كده لما تحط خطه ديسكرايب البرنامج، انا ايه بقى؟ طب ايه بقى البرنامج اللي انا هطبقه بعد الخطه وبعد الميزانيه؟ بعد كده ابدا انفذ، امبلمنت يعني انفذ. بعد كده ابدا اقيس اثناء وبعد، يبقى مونيتورنج وايفالويشن. بعد كده بلغ، بلغ بالنتائج بتاعتك. يبقى الكلام حلو وسهل. ده سؤال يا جماعه خلصناه دكتور عادل. الحصه النهارده سهله على فكره، انا بادئ بالحاجات الاصعب. يعني انا فاضل لي بالظبط 20 صفحه واخلص الشابتر الكبير قوي ده اهو. بعد كده الحاجات اللي جايه اسهل في التدريب. انا بادئ بالحاجه ده صعب يا دكتور اللي انت بتشرحه. طب ما ده كويس عشان يبقى في فرصه نسمعه مره ثانيه، نقراه مره ثانيه. السؤال الثاني، ايه هي التايبس اوف الهيلث سيرفيسز ان ايجيبت؟ انواع الخدمات هرد عليك حالا اللي بتقدم في مصر ايه؟ ده ممكن يجي سؤال بدرجتين ونص كل حته بنص. تفتكروا كده، انا عيان اهو، ايه هي الحاجات اللي هتعالج مين؟ قال لي والله وزاره الصحه، مينستري اوف هيلث اند بوبليشن، دي تقريبا بتعالج 40% من الناس. تاني حاجه التامين الصحي بالراحه اهو، كلام سهل النهارده. التامين الصحي يعني ايه؟ يعني حاجه بالعربي اسمها ناشونال هيلث اورجانيزيشن، يعني منظمه التامين الصحي. مين الناس يا دكتور محمد اللي بتتبع مظله التامين الصحي؟ احنا موظفين الحكومه، عيال المدارس، والاطفال حديثي الولاده. سنه 2000 دخلوا تحت مظله التامين الصحي في مصر الاطفال حديثي الولاده. قبل 2000 ما كانوش تحت مظله التامين الصحي. طيب مين الناس اللي بتقع تحت مظله التامين الصحي؟ كم في الميه بيقع تحت مظله التامين الصحي؟ 50%. طب مين كمان هيتعالج؟ يبقى اول حاجه وزاره الصحه والسكان، ثاني حاجه التامين الصحي بس كده؟ لا طبعا، مستشفيات الجامعه. يبقى رقم 3 مستشفيات الجامعه. في حاجه اسمها مستشفى الطلبه، في ناس بتعين فيها، بيبقى فيها وظايف برضه. حاجه اسمها تيتشنج هوسبيتالز، في مراكز البحوث اللي هي الريسيرش انستتيوشنز. طب دول بيقدموا كام في الميه من الخدمات؟ دول بيشيلوا 10%. العياده الخاصه بتاعتي البرايفت سيكتور بتشيل 10%. المستشفيات العسكريه طبعا، المستشفيات العسكريه بتعالج الناس العسكريين والاسر بتاعتهم اللي هم الميليتري بيرسونيل والفاميليز بتاعتهم. فاذا يا جماعه دول هم التايبس يا دكتور عادل بتوع الهيلث سيستم ان ايجيبت. انا مستني منكم حد يقول لي كومنت هنا. ايه الكومنت اللي انا مستنيه؟ ان انت لو جمعت هتلاقي اكتر من 100%، لان في اوفر لابنج. يعني انت لو جمعت النسب ده، هي حضرات اقفلوا لنا الباب لو سمحتم، هتلاقي في اوفر لابنج. ليه؟ انا ممكن اريسيف، انا كبرسونيل او كشخص اريسيف مور ذان وان هيلث سيرفيس او مور ذان وان هيلث فاسيلتي. السؤال الثالث، السؤال الثالث هيجي يقول لك الاورجنايزيشن. انا عامل امتحان بالنظام الجديد، يعني انت تذاكر عشان لما تاخد الامتحان تعرف تحله، مش تتضايق لما تشوف الامتحان. نعم، اعمل ايه؟ في كرسي واحد اهو، مش ده كرسي فاضي ولا مش ده كرسي فاضي؟ في كرسي فاضي اهو، وممكن كرسي جنب الدكتوره ندى. يا مرهان في كرسي فاضي اهو، خلاص يلا اقفلوا الباب، خش يا نوران يلا اقفلوا الباب تعالى. السؤال اللي بعد كده،
في كراسي قدام كتير بس ما حدش بقى قدام. بعد كده بنقول الـ organizational structure. مش عايز كلام انتوا بتضيعوا وقت، ما عنديش وقت اضيعه. البنية التحتية في Ministry of Health and Operation. ان شاء الله انتوا رايحين تخلصوا ولاكم بعد التخرج، بتروحوا وزارة الصحة لشهر قصر العيني. كل الدكاترة فقال لك البنية التحتية، انا عامل جدول حلو زي الكتاب بالظبط. في حاجة اسمها Central Level اللي هو مبنى وزارة الصحة والسكان اللي هو Ministry of Health and Operation. ده عبارة عن أربع مباني كبار كده أو أربع قطاعات. في قطاع اسمه قطاع السكان، خدنا لو سمحتوا عايز تركزوا معايا، خدنا حاجة اسمها تعداد السكان، مش كده ولا إيه؟ والديموغرافي ده اللي مسؤول عن تعداد السكان وعمل الإحصاءات. حاجة اسمها بوبليشن سيكتور، ركز معايا عشان تعرف تحفظ الكلام ده. في قطاع تاني بيقدم الطب الوقائي، حاجة اسمها بريفنتيف سيكتور. في الطب العلاجي الكوراتيف سيكتور. وفي قطاع يا دكتور سامر مسؤول عن الفيميل اللي في الريبرودكتيف بيريود، بس الصحة الإنجابية بس، والأطفال في أول سنتين من عمرهم، لأن دول مهمين أو في المجتمع. فدول بيسموه essential care sector، ده بتاع الإيه؟ الخصوبة والفيميل والأطفال حديث الولادة. يبقى أنت لو رحت يا دكتور عمر، لو رحت وزارة الصحة والسكان في عندك أربعة partitions، ده على مستوى central level. طب لو نزلنا بعد كده للintermediate level أو الليفل بتاع district level، ده على مستوى المحافظات، كلمة governorates المحافظات. حضرتك برضو لما بتروح تخلص ورقك او ما بتستلم في وزارة الصحة، بتروح حاجة اسمها هيلث دايركتوريتس. يعني ايه هيلث دايركتوريتس؟ اللي هي مديرية الصحة، مديريات الصحة اللي هي عند الاستاد، مديرية الصحة كلنا، كل الناس اللي شغالين في وزارة الصحة. طبعا الجامعة اللي تتبع وزارة الصحة، فكل الناس اللي شغالين تتبع التعليم العالي، فكل الناس اللي شغالين في وزارة الصحة بتخلص ورقك من هناك. طب انت شغال في تميل امديد في السنبلاوين، يبقى في حاجه اسمها الاداره بتاعه التمائم. كلمه هيلث ديستريكتس يعني اداره صحيه. في فرق بين كلمه مديريات الصحه المديريه، وفي فرق بين اداره. وفي بعد كده حاجه اسمها جنرال هوسبيتال. يعني ايه جنرال هوسبيتال؟ المستشفى العام. يعني المستشفى العام، المستشفى المنصوره العام تتبع وزاره الصحه. بعد كده في كل اداره مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى اجا العام، مستشفى شربين العام، وهكذا. بعد كده في البريفيرال ليفل. بقى بريفيرال ليفل يعني ايه؟ ده على مستوى البرايمري هيلث كير. كلمة بي اتش سي هناخد الكلام ده الحصة الجاية. بي اتش سي اختصار برايمر هيلث كير او برنامج الرعاية الصحية الأولية. يعني انت لو جيت بقى في المنصورة هتلاقي المنصورة متقسمة في اربن وفي رورال. ارياف المنصورة او المنصورة مركز، يبقى في اماكن اربن سايتس. زي ايه الاربن سايتس؟ مستشفى الصدر، مستشفى الحميات، محطة المية، مكاتب الصحة. طب زي ايه رورال سايتس؟ مش عارف ميت خميس، وحدة ميت خميس، وش الحجارة، مش عارف مركز، مش عارف ايه، وحدة في الديلة، وحدة في الونجيل. فهمتوا الكلام؟ يبقى لو جالك في الامتحان organizational structure خلاص، يبقى انت عندك وش الحجارة، معلش انا اسف، يبقى انت عندك central level، في intermediate level، وفي peripheral level. السؤال اللي بعده، بص بقى يا عم، لو جينا بصينا بيجي سؤال في الامتحان كان زمان في النظام القديم، هيقول لك levels of health services، يعني مستوى الخدمات. ما عادش هيجي الكلام ده خلاص، هيجيب لك حته. يعني احنا دلوقتي مستوى الخدمات ليفلز عباره عن ايه؟ قال لك في بيراميد. البيراميد ده عباره عن ايه؟ قال لك في البيزوس بيراميد في حاجه اسمها البرايمري هيلث كير، وده الموضوع ان شاء الله هشرحه الحصه الجايه، اللي هو بالعربي برنامج الرعايه الصحيه الاوليه، ولو سمحتوا ترجمه. طيب ايه بقى البرايمري هيلث كير ده؟ قال لك ده مسؤول او بيقدم 80% من الخدمات الصحيه من الهيلث سيرفيس. نعم، هو يعني ايه كلمه برايمري هيلث كير؟ قال لك البرايمري هيلث كير ده عباره عن الفيرست لاين اوف كونتاكت، خط المواجهه الاول ما بيننا كدكاتره وما بينكم او البابليك او الهيلث سيكتور، ما بين ايه؟ العيان والدكتور. طب البرايمري هيلث كير ده بيقدم خدمات فين؟ قال لي وظايف سيرفيس بروفايد في الرورال والاربن اريز. رورال يعني ريف، عشان كده احنا خدنا الرورال الاول. يعني ده ترتيب الشرح مظبوط كده، بيقدم خدمات في الرورال وفي الاربن. مين الناس اللي بتقدم الخدمات بتاعت البرايمري هيلث كير؟ الاطباء حديثي التخرج اللي هو الجنرال براكتيشنر او النيولي جراديويتد فيزيشن. الدكتور الغلبان لسه متخرج مش متخصص في حاجه،
حاجة يا دوبك كده بيمانج الحاجات الصغيرة اللي على قده. طب وبعدين افرض الدكتور ده يا جماعة في حاجة صعبة عليك، يقوم يعمل ريفيرال يحول الحالة دي لليفل تاني أعلى اسمه سكندري هيلث كير. طيب البرايمري هيلث كير، وفي حاجة اسمها سكندري هيلث كير. قال لك في البرايمري هيلث كير إن هي كوست إفكتيف. يعني إيه هاي كوست إفكتيف؟ يعني في علاقة عكسية، في عندنا إيه ما بين الهيلث إكسبنديتشر يعني المصاريف اللي بتتصرف أو النفقات الصحية والليفل أوف هيلث كير. يعني إيه يا دكتور علاقة عكسية؟ لو سمحتوا ركزوا معايا. يعني البرايمري هيلث كير بتقضي قد ايه من الخدمات؟ 80%. يعني عدد كبير جدا من الناس بيستفيد من البرايمري هيلث كير اللي هي القاعده بتاعه البيراميد، ومع ذلك هي ارخص حاجه او اقل في الفلوس. يبقى في زياده في الخدمات وزياده في العدد وزياده في اليوتيلايزيشن، لكن هي اقل حاجه في الايه؟ في الفلوس. طب نيجي للسكندري هيلث كير، دي بتقضي كام في الميه من الخدمات او بتعالج كام في الميه من الناس؟ 15%، ومع ذلك هي اغلى شويه منين؟ من البرايمري هيلث كير. طب مين الناس يا دكتور اللي بتقدم سكندري هيلث كير؟ انا جي بي واتخرجت من كليه الطب وفتحت ايه؟ شغال في بلدنا، بس في واحد اخصائي معاه ماجستير وفتح في البلد بتاع نساء وتوليد. لو في حاله بوردها خلاص بتمر الطبيعي، لكن افرض في حاله فيها مشكله بحولها للاخصائي اللي ايه؟ اللي غريب عن البلد اللي جاي فتح في بلدنا، ده اسمه سكندري هيلث كير. يبقى ده عباره عن هاير ليفل اوف كير، بيقضي كام في الميه من الخدمات؟ 15%. مين اللي بيقدم الخدمه هنا؟ ده واحد سبيشاليست معاه ماجستير ولا حاجه، شغال في جنرال هوسبيتال مستشفى عام الصبح قبل ما بيجي العياده، او في ديستريكت هوسبيتال الجنرال هوسبيتال اللي موجوده في العاصمه. لكن ديستريكت هوسبيتال اللي هي ايه؟ يعني في شربين في اجف بالاس، واخدين بالكم؟ طب افرض الاخصائي ده جات له الحاله ولقاها ست عندها 45 سنه ولا 47 سنه وفي كومبليكيتد ليفر والعيل مش راضي ينزل ولازم تولد سيزيريان سيكشن، ما ينفعش يولدها في العياده، يقوم يحولها لايه يا جماعه؟ يعمل ريفيرال لحاجه اسمها تيرشري هيلث كير. التيرشري هيلث كير دي بتقدم كام في الميه من الخدمات؟ بقيت ال 100%، 5%. يعني احنا عندنا ال 100% من الخدمات، 80% منهم عن طريق البي اتش سي، 15 عن طريق السكندري، 5 عن طريق التيرشري. التيرشري ده مور ادفانسد، ده سبيشاليزد هوسبيتالز بقى زي مستشفى الجهاز الهضمي، مركز العيون، مستشفى البطن التخصصي. والناس اللي بتشتغل بتبقى سبيشاليست او ماجستير، ممكن بتلاقي كونسلتنت استشاري. يبقى لما نيجي نعمل مقارنه، اما نيجي نذاكر في البيت، البرايمري هيلث كير 80، السكندري 15، التيرشري 5. البرايمري هيلث كير مين اللي بيقدم الخدمه؟ نيولي جراديويتد فيزيشن، لكن السكندري ده سبيشاليست على قد في مستشفى واخد دبلومه او ماجستير بالعافيه، لكن التيرشري واخد ماجستير ومكمل وياخد دكتوراه اكيد بامر الله، كونسلتنت ممكن يبقى استاذ واستاذ مساعد واستشاري كبير. الاستشاري يعني معاه دكتوراه، اخصائي معاه ماجستير. ده المعنى بتاعك. ريفرال ده قال لك بصراحه هو ينفع يا جماعه نعمل برايمري هيلث كير، لحظه، ينفع نعمل برايمري هيلث كير من غير ريفيرال، من غير ريفرال سيستم؟ لا طبعا. يعني انتوا بنظام الامتحان الجديد اللي انا عامله وذاكروا عشان ما تفرقوش بيه وتعرفوا تحلهم، يعني ايه كلمه ريفرال سيستم؟ ريفرال سيستم معناها ذا كي كومبوننت اوف برايمري هيلث كير. ترجم، يعني لو الريفرال سيستم مش موجود البرايمري هيلث كير فاشل، لان حالات كتيره جدا مش بنعرف نتصرف معاها. هنعيط ولا لازم نعمل لها ريفيرال؟ يبقى ده الكي كومبوننت اوف البرايمري هيلث كير. يعني ايه كلمه ريفرال سيستم؟ تاخده هات دبل واي كونكشن، يعني ده كونكشن ما بين الليفلز اوف الهيلث كير، لان انا عندي فيه 3 ليفلز اوف الهيلث كير، في برايمري ليفل، في سكندري ليفل، في تيرشري ليفل. طب مين الناس اللي بتستقبل او بنعمل لها ريفيرال؟ بنحول الحالات بتاعتنا لمين؟ قال لي والله للديستريكت هوسبيتال، للجنرال هوسبيتال، للسبيشاليزد هوسبيتال، على حسب مستوى التدرج. اقلهم الجنرال هوسبيتال اعتقد، او الديستريكت على حسب. ديستريكت دي جنرال يعني في العاصمه، في المنصوره، في المنصوره دي اسمها جنرال. ديستريكت في شربين، في اجا، في المراكز اللي تبع الداخليه اللي هي اصغر من المنصوره شويه. طيب طيب وبعد كده ينفع يا دكتور محمود يبقى في ريفرال؟ بص عشان يبقى في ريفرال صح لازم عندي حاجتين، انا راجل على قدي، وبعدين ببعت الحاله للراجل السبيشاليست المحترم اللي معاه ماجستير، يبقى في حاجه اسمها فولو اب وحاجه اسمها فيدباك. لازم الراجل بتاع الماجستير ده يرد عليا بالتقرير ويقول لي اخبار الحاله ايه، يعمل فيدباك. بصوا كده يعني زي ما بسلمه بيسلمني. اشمعنى يا دكتور؟ لان الحاله ديت من بلدنا وقريبتي، فكده كده هي تبع عندي وانا ما باخدش منها فلوس كتيره، فانا بس بعتها له عشان ايه؟ يمانج الموضوع دلوقتي، لكن كده كده هي هتتابع معايا، فلازم يكون في فيد ايه؟ باك. وفي نفس الوقت يكون مستعد للفولو اب في اي وقت محتاج اعمل فولو اب للحالات بتاعتي، يعني هو يسلم وايه؟ ويستلم.
يبقى احنا ما بدأنا الحصة. تاني اول سؤال انت فضلك معايا 20 صفحة بالظبط نبقى خلصنا الشابتر. اول سؤال خدناه كان اسمه ايجيبت هيلث بولسي، لما قلنا فيه اوبجكتيفز والايمز والبرايورتي والاستراتيجي وبعدين البروجرام الريسورسز امبلمنت تنفذ مونيتورنج اثناء ايفالويشن باك ريبورت تبلغ بالنتائج. تاني سؤال خدناه كان التايبس اوف الهيلث سيستم ان ايجيبت. تالت سؤال خدناه كان الليفلز اوف الهيلث كير. السؤال اللي بعد كده التامين الصحي. على فكره حصه النهارده تجميعات، يعني ما كانش ينفع ناخدها في الاول، لازم كنا ناخد السكول والتشايلد. فايه التامين الصحي؟ مين الناس التي تقع تحت مظله التامين الصحي في مصر؟ عود نفسك التامين الصحي ده ناس بيؤمن عليهم، في ناس بتقع تحت مظله التامين الصحي في مصر. مين هم الناس بيؤمن عليهم؟ بحيث ايه لو راح عمل عمليه لا قدر الله او في اي حاجه بيدفع نص اجر بس، يعني بيدفع نص ثمن العمليه. وفي ناس عندنا في الكتب من الجامعه تبع التامين الصحي او من وزاره الصحه تبع التامين الصحي، دي خدمات الحكومه عاملاها عشان تساعد الناس. فمين الناس اللي بتقع تحت مظله التامين الصحي؟ انت هتشوف شكل الاسئله ان شاء الله في الامتحان. ما عادش بقى هيجيب لكم ايه ناشونال هيلث انشورنس، ولكن هيجيب لكم حته صغيره لما نيجي نذاكر في البيت عشان ما نقعدش نطول في الكلام. هنذكر ازاي مين الناس اللي بتقع تحت مظله التامين الصحي؟ هم اربع مجموعات. اول حاجه اللي هم النيولي بورن، الاطفال حديثي الولاده، هم حاططهم في دايره كبيره كده، ودول دخلوا تحت مظله التامين الصحي سنه 2000. طب مين الناس الثانيه؟ السكول ستودنتس، عيال المدارس. طب مين المجموعه الثالثه؟ اللي هم موظفين الحكومه. موظفين الحكومه يبقى الجوفرنمنتال امبلويز اللي هم موظفين الحكومه. طب مين المجموعه الرابعه اللي تقع تحت مظله التامين الصحي؟ اللي هم برايفت سيكتور. يعني ايه برايفت سيكتور؟ اللي احنا بنسميهم اعضاء النقابات، نقابه المهنيين، نقابه الزراعيين، نقابه المهندسين. يبقى احنا دلوقتي يا دكتور امبابي لو جالك في الامتحان مش هيجي لك، ممكن بقى يقول لك ايه بالنظام الجديد انيومريت مين هم الناس اللي تقع تحت مظله التامين الصحي، دول اربعه، وقول لي ايه الخدمات اللي بنقدمها لواحده منهم وليكن النيولي بورن. انت بقى عيش حياتك. يبقى الصوت لو سمحتوا، اول حاجه النيولي بورن الاطفال حديثي الولاده دول، ايه الخدمات اللي هنقدمهم؟ بنعمل لهم ايه في التامين الصحي؟ اللي انت عايزه. اول حاجه سكرين ماشي، نيوتريشنال سبلمنتيشن ماشي، بتعمل لهم الاي بي اي بروجرام. انا مش سامع الصوت. اي بي اي بروجرام مثلا امسي، خدنا برنامج اسمه امسي اللي هو انتجريتد مانجمنت اوف تشايلد النس، ماتيرنال كونسلنج ننصح امهاتهم يعملوا ايه معاهم، بريست فيدنج مش عارف ايه، ريفيرال لما حد نحب نحوله الهاير ليفل. يا جماعه الصوت، ما انا عارف مين اللي بيتكلم بالصوت. ايه ده كده؟ صلوا على النبي. يبقى انت لما تيجي تذاكر هتذاكر النيولي بورن. ايه اللي دخلوا دول في مسار التامين الصحي سنه كام؟ 2000. طب المجموعه الثانيه اللي هم عيال المدارس، انهي مدارس بقى؟ قال لك كل عيال المدارس اللي هم التعليم البيزك ابتدائي واعدادي، سكندري يعني ثانوي، تكنيكال تعليم فني، سواء الفئات دي تعليم عام بابليك مدارس الحكومه او برايفت مدارس خاصه او ازهري تعليم ازهري، كل تلاميذ المدارس يقعوا تحت مظله التامين الصحي. واحنا خدنا الكلام ده في السكول وجاي عليه سؤال في الامتحان اللي انا عامله. طب ايه الحاجات اللي هنقدمها لعيال المدارس في التامين الصحي؟ اي حاجه تيجي في بالك، اي حاجه صح. يعني قلت لي مثلا سكرينينج صح، نيوتريشنال سبلمنتيشن صح، انا مش هكمل كلامي لما تسكت. سكول مين؟ انفايرمنتال سانيتيشن، ان السكول اللي الكلاسز تبقى ايه، افويد الاوفر كراودد كلاسز، هيلثي ايدوكيشن، نعمل ريكورد كيبنج، نكتب التقارير بتاعت عيال المدارس. اي حاجه بصوا احنا خدنا البروجرام، اي ثلاث اربع جمل يعجبوك هقول تاني. هيلثي ابريزل، سكرين، نيوتريشنال سبلمنتيشن، انمونايزيشن، هيلثي ايدوكيشن، انفايرمنتال سانيتيشن، اي حاجه تعجبك في عيال المدارس. المهم عارفين الصعب ايه يا جماعه؟ الصعب الخانه اللي على الشمال مش اللي على اليمين، اللي انت تفتكر ان المدارس اللي هم بيزك وسكندري وتكنيكال، اللي هم بابليك وبرايفت وايه وازهر، دي الحاجه الصعبه. المجموعه الثالثه موظفين الحكومه، ايه الخدمات اللي بتقدم لموظفين الحكومه؟ قال لي حاجتين اتنين، في حاجه اسمها امبيشنت. يعني ايه امبيشنت؟ واحد موظف داخل يعمل عمليه، يعمل ويبات في المستشفى ويقعد اسبوع، والتامين الصحي اللي بيحاسب.
او حاجه اسمها اوت بيشنت. اوت بيشنت يعني ايه؟ يقول لك والله انا رايح التامين اصرف العلاج، بصرف علاج مثلا ب 1000 جنيه بدفع 500 كل شهر والحكومه بتشيل الباقي. يبقى دول اللي هم الجفرمنتال امبلويز، امبيشنت واوت بيشنت. المجموعه الثالثه اعضاء النقابات، كلمه بروفيشنالز يعني المهنيين، البرايفت سيكتور اللي هم البروفيشنالز المهنيين، والسنديكيت ممبرز، سنديكيت يعني نقابه، اعضاء النقابات. طب حضرتك الدوله، انت قلت لي يا دكتوره دعاء دلوقتي الدوله بتدفع، يعني العيان بيدفع النص، طب مين اللي بيدفع النص الثاني؟ قال لك سبسكريبشنز فروم بينفيشرز، يعني تبرعات من المنتفعين. واحد داخل يعمل عمليه نجحت قام اتبرع، اتبرع مثلا للمركز اللي عمل فيه العمليه، اتبرع للانشاءات اللي بتتم، مستشفيات التامين. تاني حاجه الحكومه. تالت حاجه معلومه انت اول مره تعرفوها، الضرائب بتاعه السيجارت سيلز، المبيعات بتاعه السجاير، الضرائب التاكسس بتاعه مبيعات السجاير بتوجه بالكامل للسكول هيلث انشورنس، للتامين الصحي بتاع المدارس. ده بالنسبه للسؤال بتاع التامين الصحي. اللي بعده، يبقى انت مش هتاخد منك خمس دقائق المذاكره. السؤال اللي بعده، حاجه اسمها اصلاح القطاع الصحي في مصر، حاجه اسمها ايجيبت هيلث سيكتور ريفورم. ريفورم يعني يشكل او يصلح. اللي يقول لك هنصلح الصحه في مصر بيكذب. فكلمه يكذب اللي هي ايه؟ عشان نصلح الصحه في مصر اليوم معناها يونيفرسال كفرج، يعني نعمل خدمات وانشاءات في كل مصر يونيفرسال كفرج، وتبقى الخدمات دي يا دكتوره دينا كواليفايد وايكوالي ديستريبيوتد، يعني في الريف زي الايه؟ زي المدن. تاني حاجه ابجريدنج للسايتس او الاماكن اللي بتقدم خدمات تطورها. يبقى رقم 2 ابجريدنج، يعني تطوير الاماكن التي تقدم خدمات صحيه. كلمه يكذب السي معناها اتعودوا دايما كده في الكوميونتي، لما اجي اقول اتكلم على مكان يبقى اسمه ابجريدنج، تطوير المكان، اجيب مش عارف تكييفات واجيب اجهزه جديده، لكن لما اتكلم على بني ادمين اسمها كاباسيتي بيلدينج، يعني تنميه المهارات بتاعت الدكاتره. طب هل الدكتور لوحده يقدر يسد؟ لا طبعا، لازم كمان المجتمع يشارك، يقول ايه محتاج نعمل له ايه، لو يقدر يدفع تبرعات يدفع. يبقى السي الثانيه كوميونيتي بارتيسيبيشن، يبقى الدكتور والمجتمع. الدي زي ما خدنا قبل كده في المنتال ديسنترلايزيشن، اللامركزيه ننتشر. والايه معناها اكسباندنج، نتوسع في مصادر التامين الصحي، نوسع مصادر التامين الصحي تو كفر مور بيبل، كمان اكتر واكتر نغطي الناس كلها. والبي معناها بروفيجن، نقدم خدمات، حاجه اسمها بيزك بينفيت باكج، ودي هتكلم عليها. يعني ايه كلمه بيزك بينفيت باكج؟ الحصه الجايه ان شاء الله هتكلم على موضوعين مهمين، البرايمري هيلث كير ان شاء الله، والفاميلي براكتس، طب الاسره. احنا خدنا الفاميلي بلاننج، تنظيم الاسره، لكن طب الاسره يعني ايه؟ طالع موضه دلوقتي، واحنا عندنا في الاسم بتاعنا بدانا ندي ماجستير، الدبلومات اتلغت في طب الاسره، عندنا سب ديفيجن في الاسم بتاعنا ندي ماجستير لطب الاسره، سواء غالبا بيكون وزاره الصحه او في لسه ما اتعملش اسم لوحده اللي هو الفاميلي براكتس. اول محافظه طبقت كانت محافظه اسكندريه تقريبا في طب الاسره. فقال لك الموضه دلوقتي يا دكتور عمرو، الموضه دلوقتي ايه؟ قال لك ان يبقى في دكتور مسؤول عن 200 اسره ويقدم خدمات مجمعه لكل افراد الاسره، فبيسموها بيزك بينفيت باكج. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه بيزك بينفيت باكج بقى؟ الديفينيشن ممكن يجي لك سؤال. قال لك دي حاجه سيرفيس جديده بتقدم، زي انت بتيجي السنتر تاخد كل الكورسات في سنتر واحد مثلا. قال لك دي حاجه جديده بتقدم من خلال البرايمري هيلث كير، امبلمنتد منفذ من خلال حاجه اسمها ايجيبت هيلث سيكتور ريفورم، عشان نصلح الصحه في مصر ونصلح العيوب ونشكل من جديد، محتاجين نعمل بيزك بينفيت باكج. يعني ايه بيزك بينفيت باكج؟ زي انجلترا كده ما بتطبق الموضوع ده، يبقى في دكتور مسؤول عن 200 اسره، فاميلي براكتشنر اخصائي طب الاسره هيقدم الخدمه في حاجه اسمها فاميلي براكتس يونت، يعني في مثلا في منطقه طورين فاميلي براكتس يونت، الجلاء فاميلي براكتس يونت، المشايه متقسمه فاميلي براكتس يونت، شارع المدير فاميلي براكتس يونت، وحدات كده. وكل الاسر اللي حواليه اللي في المنطقه هتلجا الى هذا الفاميلي براكتشنر. كل الاسر، كل الاسر، اول ايجز، كل الاعمار، الصغير والكبير، بوث سكس ميل وفيميل، اكروس اللايف سايكل بتاعتهم كلهم. فالبيزك بينفيت باكج كان اشهر سؤال بيجي في الكوميونتي زمان ايام الرخص، البيزك بينفيت باكج. طبعا استحاله يجيب لك البيزك بينفيت باكج. هو ايه الجدول ده يا دكتور؟ الجدول ده تجميعات، انا مش هقول فيه ولا كلمه. الجدول ده انا هقول لك نظام، احنا خلاص خلصنا. الجدول نظامه ايه؟ يقول لك الاسره عباره عن ايه؟ الاسره عباره عن اطفال، children.
فالاطفال دول اخبارهم ايه اللي في الاسره؟ قال لك الاطفال دول، استنوا يا جماعه بصوا معايا، الاطفال دول عباره عن ايه؟ قال لك في اطفال لسه مولودين، يبقى اليونيت الكير. يعني مثلا شفت باب اب وام عايشين في اسره، يعني فيهم لسه جايبين عيل لسه في يومين ثلاثه، وفي عندهم واد لسه داخل كي جي 1 يعني تشايلد وانفنت يعني عنده سنه، وتشايلد اقل من 5 سنين. طب جميل. وعندهم عيال في المدرسه في سكول. واحد تاني يقول لي طب استنى، طب احنا بقى انا في الجامعه اهو. يبقى خدمه مش بس الاطفال، العيله فيها مين؟ ادوليسنس وادلتس. حضرتك تعتبر ادلت دلوقتي لانك ايه؟ الادلت من اول 20. لو اخوك الصغير 14 15 منه يعتبر سكول ومنه يعتبر ايه؟ ادوليسنت. يبقى الخدمه الثانيه ادوليسنت وادلت، بابا وماما يعتبروا ادلت. طب لو تيتا قاعده معاك مثلا، يبقى في حاجه اسمها الوومن كيد. وومن كيد لو تيتا قاعده معاك او ماما مثلا، يعني الوومن دي بتشمل ايه؟ الفيميل في الريبرودكتيف بيريود او بياند الريبرودكتيف بيريود. وبعد كده الخانه الرابعه حاجه اسمها البيزك لاب. يبقى انتوا لما تيجوا بقى في الامتحان الجديد هيقول لك ايه؟ هيقول لك ديفينيشن اوف البيزك بينيفيت باكج اند انيوميريت تو سيرفيسز اوف تشيلدرن، تو اوف ادوليسنس اند ادلتس، تو اوف وومن. ده تجمعات. تجمعات ازاي؟ اهم حاجه انا مذاكر 4 في 4 4 باي 4 اللي هم ايه؟ تشيلدرن او 3 في 4 تشيلدرن ادوليسنس وادلت وومن وبيزك لاب. طب والتشيلدرن قسمتهم، شوفوا الكلام، قسمتهم نيونيتال وانفنت وتشيلدرن اقل من 5 وسكول. املى بقى زي ما انت عايز. يعني انا مثلا قال لك اختار 2 نيونيتال، ها اقول ايه في النيونيتال؟ واد لسه مولود هعمل له ايه؟ ناس تقول لك يا دكتوره ندى، ناس تقول لك اوزنه، اعمل بيرس ويت. اوزنه ليه؟ عشان احنا خدنا الحصه اللي فاتت حاجه اسمها البري تيرم واللو بيرس ويت. ناس تقول لك اعمل له سكريننج، اكتبوا جنب كلمه سكريننج بنعمل تي اس اتش، انا بعمل تجمعات اللي يعجبك. ناس تانية تقول نشجع الامهات يعملوا بريست فيدنج. ناس تالتة تقول ندي تطعيمات اللي هي زيرو دوس اللي هي البوليو والبي سي جي، ولو عنده مولود ام عندها هيباتايتس بياخد الهيباتايتس بي. ناس تالتة تقول لك نعمل ريفيرال. طيب المجموعه الثانيه اللي اطفال اللي هم اقل من 5 سنين، نسال بقى طالما بتتكلموا نسال بقى عشان احنا عايزين نفوق. لو انت ما حلتش الامتحان هيبقى مشكله. انا عايزك تذاكر الهيلث سيرفيس معايا وبعد كده ما عادش تذاكر حاجه. اسال بقى الدكتور عبد العزيز، قول لي كده اي حاجه تعجبك في التشايلد، نعمل ايه للتشايلد اللي خدناه الحصه اللي فاتت؟ امسي انا خاف يعني اي بي اي، امسي فيتامين اي سبلمنتيشن، جروس مونيتورنج اللي يعجبك يا عم، تنسيق ريفيرال، ايمرجنسي كير، مانجمنت اوف اكيوت ريسبيراتوري انفيكشن، مانجمنت اوف دايريا. طب نعمل ايه للسكول؟ ده احنا خدنا السكول وقعدت تقولوا في الفصول والتهويه. السكول نعمل ايه في السكول يا عم؟ الف سكرين هيلث ابريزل انفايرمنتال سانيتيشن. ايه تاني؟ سكول ميل. سكول ميل الوجبه المدرسيه اللي هي الموست امبورتنت هيلث بروموتنج فاكتور. اللي هي اميونايزيشن السكول تشيلدرن، ايه التطعيمات اللي بياخدها على المدارس عند السكول انتري، المنينجايتس والدي جي والبي سي جي فور نان رياكتور والهيباتايتس ايه عشان المدرسه بتنقل عن طريق الاكل والسندوتشات. ايه يا جماعه؟ طيب نيجي نتكلم عن ادوليسنس والادلتس. اهم حاجه السب التايتل والسب تايتل. الادوليسنس نعمل ايه؟ ده احنا بقينا اساتذه في الادوليسنس، واللي ما ذاكرش لسه قدامه فرصه تقرا تاني. اول حاجه هيلث اديوكيشن وكونسل. حد فيكم شاطر يقول لي عناوين الهيلث اديوكيشن اللي خدناها في الادوليسنس؟ جنرال هيلث اديوكيشن عشان نبروموت الهيلث لايف ستايل. لايف سكيلز عشان يبقى في ادابتيف بيهافير وبوست بيهافير. والفاميلي هيلث ايدوكيشن عشان ممكن تحمل بدري وتتجوز بدري. خلصت. فالهيلث ايدوكيشن والكونسلنج. الشباب المراهق بخاف منه على ايه؟ بخاف على السكشوال ترانسميتد ديزيزز والسموكينج والدراج ديبندنس. اللي مش عايز يحفظ اهم حاجه التايتل والسب تايتل. انا هقول السب تايتل بس عشان ما اجيش كتير. رقم 2 بعد الهيلث ايدوكيشن، مش خدنا ان الامراض عندنا نوعين؟ ده لسه في شابتر كامل ما خدناهوش اسمه نان كوميونيكابل. فرقم 2 كاتب نعالج الكوميونيكابل. لازم يكون مزاجك حلو لما تيجي تذاكر. نعالج الكوميونيكابل. ورقم 3 نعالج النان كوميونيكابل. الله الله، ايه الكوميونيكابل دول؟ اكتر حاجه بهتم بيها ايه في الكوميونيكابل دول؟ اللي مكتوب في الكتاب امثله. دي بي بنعمل حاجه اسمها دوكس ستراتش في الهرسيس. سيكشوال ترانسميتد ديزيزز. دي اختصار دايريال ديزيزز. ريسبيراتوري. سكن اير ريفيرال. طب النان كوميونيكابل قال لك ان احنا نهتم بالعلاج بتاع الحاجات النان كوميونيكابل، الحاجات اللي هي
البريوريتي والإنديميك نون كوميونيكابل ديزيزز زي الهايبرتنشن الاسكيميك هارت ديز دايابيتس منتال جلوكوما. واخر حاجه خالص نهتم بالحاجات الامرجنسي. يعني ايه امرجنسي؟ يعني افرض عيل انا طبيب اسره اهو واحد اتكسر عايز انفسه, واحد عايز اعمل له دلمون سيست او لايفوما, واحده عندها بريست ابسس. الحاجه اللي بعد كده الومن هيلث كير. ايه بقى عناوين الومن هيلث كير؟ احنا خدنا بالتفصيل الام اس اتش. بص معايا كده, الست من قبل ما تتجوز اول حاجه بري ماريتال كير حتى لو مش مكتوبه, بري كونسبشنال كير قبل ما تحمل. طب حصل حمل يبقى انتي نيتال كير, ونديها ايه اثناء الحمل؟ تيتانوس توكسويد. طب رقم 4, والله ما انا حافظ بالترتيب بس انا عايز الم, عايز تلم حاجات كتيره في ايدك. نديها نعمل اثناء الحمل نيوتريشنال سبلمنتيشن. طب ساعه الولاده يبقى نيتال كير وسيف ديليفري, وناخد بالنا من البوست بارتم بيريود. طب وبعدين الشطاره اثناء الحمل نشخص الهاي ريسك بريجننسي, ولو احتاجنا ريفيرال نعمل ريفرال. طب هل انا مهتم بس بالست ولا بتيتا؟ يبقى منوفوزا كير فتره المنوفوز, ولا قدر الله نعمل ديتكشن للمالجنسي لو في اي مالجنسي سيرفكس واوفري وبريست. مش ده الكلام اللي لو في ريبرودكتيف تراكت انفكشن ناخد بالنا من ريبرودكتيف تراكت انفكشن. طب البيزك لاب اهم التحاليل ايه اللي دكتور الاسره المفروض يعملها؟ يعني دكتور نادر لو قلت لك قولي لي كده اربع حاجات من الحاجات بتاعت الومن اللي قلناها, لو انت حتى مش مذاكره بالترتيب يبقى ايه بالترتيب؟ بري ماريتال بري ايوه وانتي نيتال وليتال او سيبت ليتال. طب واستنى وبعد ما يجي بعد ما بيريو تروح يبقى منوبوزا وممكن يجي لها كانسر يبقى ديكشن اوف مالجنسي. ايه يا جماعه حاجات سهله وقليله على درجات كبيره. اشهر اللابل اللي بتعمل ايه دكتور الاسره بيعملها؟ الهيموجلوبين. هيعمل ايه يعني؟ البلاد والار اتش الاي اس ار البلاد واليورين ستول. يعمل سلوت كالشر سلوت سوك فور كالشر بريجننس تيست للحوامل. بعد كده عندكم الريبرودكتيف هيلث. يعني ايه كلمه الريبرودكتيف هيلث بالعربي؟ الصحه الانجابيه. الصحة الإنجابية إيه الديفينيشن بتاع الهيلث؟ استيت of complete physical, mental, social well-being, وليس مجرد absence of disease or infirmity. مش معنى إن واحد ما عندوش مرض أو عاهة إن هو سليم. لازم عشان أقول إن هو سليم تماما لازم يكون physical ومental وsocial. بس أنا بقول مش تعريف الهيلث على فكرة, أنا بقول تعريف الريبرودكتيف هيلث. يبقى لازم أقول إيه؟ in relation to reproductive system and its function and its processes. طب يعني ايه كلمه الصحه الايجابيه؟ انا نفسي في ايه؟ نفسي ان الاب والام او الكابل يعيشوا حياه نورمال سيكشوال لايف ما فيش اي مشكله انترفير. نفسي ان هي لو فكرت تجيب اطفال تبقى عارفه يعني تديسايد اف عايزه تجيب طفل ولا لا, توين يعني تعمل سبيسنج ولا مش هتعمل, هاو اوفن هتجيب كام عيل. يبقى انا نفسي اول حاجه ما في نورمال سيكشوال لايف. شوف الكلام, نفسي ان هي لو حصل حمل لو قررت تجيب عيل وحصل حمل يبقى سيف بريجننس. طب ساعه الولاده يبقى سيف تشايلد بيرث. طب الطفل لما يتولد يبقى طفل سليم يبقى هيلثي انفنت. ده معنى كلمه البرودكتيف هيلث. يبقى سيف سكس وتحدد اف هتجيب ولا مش هتجيب دلوقتي, هوين امتى, هاو اوفن, كام عيل بامر الله. طب بريجننس يبقى سيف بريجننس سيف تشايلد بيرث عكس الريبرودكتيف الانفيرتيليتي. انفيرتيليتي يعني فيلير تو كونسيف ما بتحملش بعد ما عدى سنتين. بعد ما عدى سنتين مع ان المفروض بعد اول سنه تروح للدكتور على طول اتنشن افتر 1 يير. قلت لكم قبل كده الانفيرتيليتي برايمري ما حصلش حمل خالص او سكندري حصل حمل مره واحده. البريفالنس اوف الانفيرتيليتي وده جاي لكم سؤال في الامتحان اللي انا حاطه من 35 ل 70 مليون على مستوى العالم بيبقى انفيرتايل. اسباب الانفيرتيليتي الراجل والست مع بعض 40%, الست لوحدها 30%, الراجل لوحده 30%. تمام, هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل. يعني الراجل ومراته الاثنين في نفس الوقت 40% مسؤولين, 30% الفيميل لوحدها اسباب خاصه بالفيميل, 30% اسباب خاصه بالميل. تفتكروا مين اكتر حد هيسافر من انفيرتيليتي؟ يعني لو في 100 واحده واحد ما بيخلفوش
المية دول هيتقسمين ازاي؟ 40 العيب من 2 الراجل والست. نعم 30 2 ماشي، يعني وطفر 40 او 30، يعني هم متقسمين 3 اتكال الراجل والست في نفس الاسره، و30 الميل و30 الاثنين. مين بقى مين اللي بتعاني اكتر من الفيرتيليتي، الست ولا الراجل؟ الست ولا الراجل بتعاني اكتر؟ ليه؟ عشان هي اللي عايزه تخلف، عشان ايه؟ جوزها ما يسيبهاش، يبقى الانجري والديبريشن والانكزايتي والستريس والكلام ده كله. طبعا دلوقتي في الانفيترو فيرتيلايزيشن ده بيعالج 40% من الحالات، كل ده كلام. طيب النهارده بقى هنتكلم على ايه؟ النهارده مش بشرح موضوع جديد، ولكن دي مراجعه على الحاجات اللي خدناها. العنوان عباره عن ايه بقى؟ حاجه اسمها ريبرودكتيف، هنمسح كده ونذاكرها ازاي في البيت. هنذاكر الكلام ده في البيت ازاي؟ قال لي بص، احنا عايزين نتكلم على البنت. اشمعنى البنت؟ لان النهارده هتكلم على الصحه الانجابيه في البنات. يبقى ريبرودكتيف هيلث، ريبرودكتيف هيلث بروبلمز، هتكلم عن المشكلات الانجابيه في البنت من اول ما تتولد لحد ما تعجز وتموت. يبقى انا هتكلم يا دكتور امبابي على 4 مراحل. اول مرحله وهي طفله، يبقى اول حاجه وهي طفله، يبقى ريبرودكتيف هيلث بروبلم. قال لك والله وهي طفله دي احنا ممكن نحط من 0 الى ما شاء الله، يعني ايه من 0 ل 18 ده وهي تشايلد، يعني المفروض اللي تشيلدرن في القانون لحد 15 سنه. بعد كده قال لك بص بقى تعال ركز اكتر على الادوليسن، البنت في مرحله المراهقه والخطوبه والجواز ومش عارف ايه. طيب بعد كده في التشايلد بيرنج بيريد، خلاص بقى يحصل حمل وكلام من ده. بعد كده عجزت بقت اولد ايج، بس او جرياتريك، اولد ايج او جرياتريك. يبقى انت لما تيجي تذاكر في البيت تدي لنفسك كده فرصه ان السؤال اللي هيجي لك ايه؟ ريبرودكتيف هيلث بروبلمز according للفيميل في اللايف سايكلز المختلفه. لايف سايكل البنت بتكبر، بقت ادوليسنت، تكبر بتحمل، تكبر تعجز تموت. نمسك واحده واحده. اول حاجه هنمسكها البنت للطفله. الطفله متقسمه تاني 3 عناوين. قال لك الطفله دي من 0 ل 5 عرضه لاربع حاجات اللي هما انفكشن ومال نيوتريشن وهانديكابينج وسايكولوجيكال. ازاي؟ هناخد الكلام ده بالتفصيل بعد كده في شابتر النيوتريشن. تاني حاجه الكارثه الكبيره الفيميل جينيتال ميوتيليشن اللي هي ختان الاناث، فيميل جينيتال ميوتيليشن اللي هي السيركمسيشن. الحاجه الثالثه لو ان في حاجات كتيره جدا بتحصل في البنت اكتر من الولد، زي ايه؟ في الفيميل اكتر من الميل، زي الوفيات عموما في الاندر 5 بتبقى في البنات اكتر من الولاد. المورتاليتي من التي بي او من الشيست انفكشن في البنات اكتر من الولاد. ما تفهمش بقى ده اهمال الاب والام في ايه بالظبط، الله اعلم، بس فعلا في الايكوتي في كل في الهاي كلاس، زي اللو كلاس في الهاي كلاس من ايكوتي برضه. بنلاقي ان الموربيديتي من النون كوميونيكابل الازمه كومن في البنات عن الولاد، الدايبيتس في البنات عن الولاد، النون نيوتريشن والايرن ديفيشنسي انيميك في البنات عن الولاد، الدروب اوت اوف سكول اللي بيسيب المدرسه البنات اكتر عن الولاد. فلو سمحت لما تيجوا تذاكروا يعني لو عايز يودي مدارس يودي ولاده الصبيان اكتر من البنات. يبقى لما تيجي تذاكر ايه هي الهيلث بروبلم؟ اول حاجه الجيرل. طب الادوليسنت الجيرل تشايلد كانت كام عنوان يا دكتور؟ كانت كام عنوان؟ 3. برضه الادوليسنت كام عنوان؟ 3. قال لك اول حاجه حاجات بتتعمل اثناء الكلينيكال وانت مش وديها العياده او السكول هيلث او الاوت ريتش سيرفيس، يعني البنت وهي ادوليسنس بتروح المدرسه باباها بيوديها للدكتور، او لو هي ساكنه في قريه بعيده وبنروح لها لحد عندها لسه ما اتجوزتش ولا حاجه بنعمل لها ايه تفتكروا؟ انا قلت اكتر مشكله في البنات الصغيرين المالنيوتريشن والايه؟ والانفكشن. ركزوا يبقى اول حاجه سكرين للمالنيوتريشن والانفكشن. تاني حاجه بتطعمهم، بياخدوا الام ام ار هيباتايتس في حاجات كده. ثالث حاجة بعد السكرينينج وتطعيم النيوتريشنال سبلمنتيشن. طب البنت بقى هتتجوز خلاص بري مالي، ده متوقع هيجي لكم سؤال السنة دي إن شاء الله اللي هو البري مالي تركيز. ثلاثة هيلث، يعني لسه بنت هتتجوز، فبننصح أول حاجة هيلث أبريزل، أو لا لو سمحتي تروح اعملي سكرينينج قبل الجواز. هيلث أبريزل عن تقييم صحي. هيلث بروموشن تاكل كويس وتتغذى كويس لأن بعد كده بقى في حمل وولادة. وهيلث ايدوكيشن يا دكتور عبد العزيز اللي هم اخر سطرين،
حاجه اسمها ريبرودكتيف ايديوكيشن. مامتها تقعد معاها وتفهمها، الدكتور يقعد معاها ويفهمها ان في حمل وليه متطلبات، وجينيتك كاونسلنج نمنع زواج الاقارب. طب انا قلت اكتر حاجتين بنخاف منهم على البنات ايه؟ الانفكشن والمالنيوتريش. يبقى عشان نمنع الانفكشن نعمل ايه؟ ندي تطعيم. اشهر تطعيم بيتاخد ايه؟ الام ام ار. ده بيجي سؤال ام سي كيو مشهور، الام ام ار عشان يبقى سيف لازم يتاخد قبل الاكسبكتد بريجنسي بقد ايه؟ بثلاث شهور. تاني هنقول تاني، يبقى لو جالي في الامتحان يا دكتوره ندى وقال لي بريماريتال كير، وده جاي لكم برده في السؤال اللي انا حاطه، يبقى هيرسى ابريزل. طب يعني ايه هيرسى ابريزل؟ كلام الكوميونتي وحش، يعني تقييم صح، يعني نعمل سكرين. مش ده كان واحده منهم؟ طيب تاني حاجه هيلث بروموشن، تالت حاجه هيلث ايدوكيشن اللي هي مكتوبه في الكتاب ريبرودكتيف ايدوكيشن وجينيتك كاونسل. مش ده هيلث ايدوكيشن؟ طب وبعدين اكتر حاجتين بخاف منهم ايه؟ انفكشن وايه؟ ومال نيوتريشن. نمنع الانفكشن بايه؟ طيب يعني ايه بريكونسبشنال بقى؟ بريكونسبشنال زي البريماريتال، بريكونسبشنال زي البريماريتال، بريكونسبشنال زي البريماريتال. الفرق ايه يا دكتور عبد العليم؟ ان جوزها معاها صح، بس لسه ما حصلش حمل. ما هو بريماريتال لسه ما حصلش حمل، بريكونسبشنال لسه ما حصلش حمل، لكن الفرق ان جوزها. يبقى الكابلز ماست بي انترفيود، تقابلهم وانفستيجيتد ودايجنوست تشوف عندهم ايه، وتنصح ان هي تعمل فاميلي بلاننج من كل حمل والتاني، مش كده ولا ايه؟ انت اولى تنصح او الفاميلي بلاننج ده سؤال كده بالله عليكم، يعني الفاميلي بلاننج ده مين الاولى؟ البنت قبل الجواز تكلم في مين؟ البنت قبل ما تتجوز ولا البنت بعد الجواز وقبل الحمل؟ بعد الجواز وقبل الحمل. يا سيدي حصل حمل وجت ولدت عندك، انت لو تنصحها بعد كده تعمل ايه؟ يلا قولوا معايا. يبقى اول حاجه للتشايلد كان كام عنوان؟ من 0 ل 5 والفيميل جينيتال ميوتيليشن، والبنت مظلومه عن الولد. تاني حاجه الادوليسنت، بابا بياخدها للدكتور وهي لسه ما اتجوزتش او المدرسه او ايه، رحنا لحد عندها وفي بريماريتال وبري كونسبشنال. بعد كده في التشايلد بيرنج بيريود شرحناها بالتفصيل في الام اس اتش. اخر حاجه خالص الست وهي عجوزه بقى، مين اكتر الراجل ولا الست؟ الست الغلبانه هي اللي بتتكسر. ليه بتتكسر؟ الومن سفر اكتر لهرمونال امبالانس، الستات بيعجزوا قبل الرجاله، هرمونال امبالانس، حملت الاسيه، البوند ليستي بتقل، تدخل في اوستيو ماليشيا اوستيو بروزس، مش كده ولا ايه؟ المالجنسي عرضه اكتر للمالجنسي، عيش بقى حياتك يوترس واوفري وبريست صح؟ مش حملين الاسيه، ربنا يعافينا ويعافيك. واخر حاجه خالص الاستريس في اللايف بتبقى جننت، جوزها وعيالها طلعها منها من وشها بهدلتهم بهدلوها. طيب فعشان كده يعني تخيلوا في سؤال هيجي لكم ما عادش بقى هيجي يقول لك بقى، هيقول لك وومن، هيقول لك كده ان جيرياتريك لايف سايكل وومن سفر ديو تو. ما مش عايزين كلكم تجيبوا زي بعض، ما احنا بنذاكر، مش انتوا جايين دلوقتي وقرفانين وبتذاكروا زيكم مش زي الناس اللي في الكليه بتلعب وهتذاكر اخر شهر؟ تحفظ الكلام ده. فعشان كده بنركز على الست وهي عجوزه، بنركز على المالجنسي، بنركز على البوندينستي، بنركز على الكرونيك ديزيزز، بنركز على الريهابيليتيشن اوعات التاهيل والتغذيه، وهناخد بالتفصيل ان شاء الله في شابتر النيوتريشن تغذيه المسنين.